النائب ممدوح الحسيني، يعني لماذا دعوتم الى ذلك؟ ليه؟ عندك اول مؤشرات يعني؟ انا يعني عندي الاول تعليق على ان طبعا مع احترامي لسياده اللواء احترام كامل كامل كامل، يعني انا اخ عزيز، يعني لا فرق بين سواء توك توك وبين رئيس حي وبين سواء سياره وبين كله يتساوى في الصفات والمساواه والعداله في الدستور، يكفل له الدستور كذلك. يعني انا مش ده من امنه على راكب معاه، وده من امنه على مستقبل وطن بحاله. احنا بنامن رئيس الحي، وبنامن رئيس الوحده المحليه، وبنامن نامن المسؤولين في جميع المحليات على مستقبل المجتمع بالكامل. يعني ايه مستقبل المجتمع بالكامل؟ يعني انا النهارده عملية رئيس الحي وعملية رئيس الوحدة المحلية بقت فلسفة مختلفة عن زمان. هتقولي مختلفة ازاي؟ حضرتك كنا وما زلنا بنقول فساد الماضي في المحليات، فساد الماضي في المحليات، فساد الماضي في المحليات، كلنا بنتكلم في هذا الاتجاه. احنا النهارده عشان نقول رئيس حي او رئيس وحدة، ما هو المطلوب منه في المستقبل؟ سيبك بقى من الماضي كله والقوانين والقوانين اللي كانت فيها عوار، والقوانين اللي كان فيها عيوب. ايوه بس ليه بتبرز؟ ما انا جاي لحضرتك ما انا اكلمك الاول، يعني العيوب اللي كانت بتبرز، واخد بالك، فساد المحليات. انا اصبحت دلوقتي امام قانون اداره محليه جديد، مش قانون اداره محليه جديد، امام دستور 2014 في الماده 176 منه، اللي هو بيحتم تطبيق اللامركزيه، اللي بيحطم تطبيق اللامركزيه، واخد بال حضرتك؟ وفي الماده 178 من الدستور اللي بتنص على ان يكون لكل وحده محليه موارد ماليه مستقله. ماشي الكلام؟ عشان انا اسس لهذا لتطبيق لامركزيه، يعني اطلق عنان وايدي جميع رؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحليه بالكامل في التصرف في الكامل في مستقبل مكان هو بيرقصه، واخد بالك، من ناحيه التنميه الشامله والمشروعات الانتاجيه والمشروعات الاستثماريه. هيبقى رئيس جمهوريه الحي والتخطيط للمستقبل، واخد بالك، وضع الخطه وتنفيذها. اتاكد من طبعا انا دلوقتي ده وبعدين ايه العيب فيه؟ احنا حينما تقدمنا الى الانتخابات في مجلس النواب اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي، كان من ضمن الشروط الاساسيه للترشح ان انا يتعمل عليها تحليل مخدرات، وما قلتش ده مهين يعني، وما قلتش ده مهين ولا اي حاجه، لان انا شخص سامثل الشعب، وبعدين همثل الشعب لابد. بس ممكن يقول لك هنا يعني هنا لم تكن نائبا بعد يعني، لكن حتى لو ما اكن لم اكن نائبا لكن بعد، ولكن لو جالك حد دلوقتي قال لك تعالى ما احلل لك، لا ابدا ابدا ولا فيها حاجه خالص. لو قال لي تعالى احلل لك وطلب مني ان انا احلل لي، اتفضل. احنا دوله قانون ومؤسسات وقانون. طيب الدوله بس حضرتك اكمل الحته ديت، يعني احنا في دوله، عندما الدوله يكون لها نظام او تطلب نظام معين، لابد مننا جماعه ان نحترم هذا النظام. ما يهمش، بس هذا الكلام معناه ليس إن يعني عندكم اتهامات لعدد كبير من رؤساء الاحياء، احنا على بعض اما تحيط بهم شبهات فساد او شبهات، احنا بنقول على البعض. فلابد ان نعمل يعني نضع لها قاعده اساسيه ولائحه نعمل عليها. هذا الموضوع لا ينظمه قانون، ينظمه قرارات ولائحة تنفيذية للعمل. يعني احنا دلوقتي عشان نضع اساس